أصدقائي الأعزاء، كيف أعزف جمل صعبة وسريعة على العود؟ الجمل التي تحتاج إلى رشاقة اليد وخفة الحركة ودقة النغم. أحياناً ممكن أن تخطر على بالنا جملة موسيقية، في حال امتلكنا أدوات عزف هذه الجملة من تكنيك ومرونة لليد ودقة بحركة الريشة وحركة الأصابع، ممكن أن تخرج هذه النغمة. في حال عدم امتلاك هذه الأدوات يستحيل العزف. سأذكر بعض الأمثلة من الأغاني المعروفة. الجملة الشهيرة التي لحنها محمد عبد الوهاب، الكوبليه الثالث من أغنية من غير ليه على مقام راحة الأرواح، الذي هو مقام هزام لكن مصور على درجة السي نصف بيمول. الكوبليه حبيبي يا حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي، الذي بدايته على هذا الشكل. هذه القطعة من مقام راحة الأرواح. طبعا كلنا يعلم أن مقام الهزام، في فيديو سابق أنا أوضحت مقام الهزام والسيكا وفصلت بشكل كافي ووافي عن مقام السيكا وفروعه. فالهزام يبدأ من علامة المينس بيمول، مقام راحة الأرواح هو نفس هذا المقام تماما لكن مصور على درجة السينس بيمول. إذن سي دو ري مي فا صول لا سينس بيمول. هذه القطعة تبدأ بهذه الجملة، سأظهر لكم طريقتين مختلفتين لعزف مثل هذه الجملة الموسيقية الصعبة. الأولى كما أتوقع طبعا أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يعزفها بها، والطريقة الثانية هي الطريقة المأخوذة من مدرسة التكنيك، يعني من المدرسة العراقية مثلا، يعني تحتاج إلى انتقال إلى بوزيشن. نعزف هذه القطعة صول فا صول فا صول فا صول 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 فا صول صول لا صول فا صول لا صول فا صول لا فا. هذه اللا ببصمة الأصبع، ثم الجملة التالية فا دييز مي دييز فا مي دييز فا دييز. طبعا هذه صعبة وبحاجة لتدريب ريشة مقلوبة، لأنها لو أخذناها 8 ممكن لكن تتعب اليد. 8 8 8 8 8 8. الخيار الثاني أن نعزفها كما قلنا ريشة مقلوبة بحاجة إلى تدريب ودقة حتى لا نصطدم بالأوتار. الخيار الثالث الذي سأعرضه على حضراتكم، الجملة الأولى صول فا صول، انطلق بالسبابة إلى الفا دييز فا صول فا صول صول، هذه علامة الصوت صول فا صول 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 فا صول صول، هذه علامة اللا صول لا صول فا صول لا صول فا صول لا صول فا دي صول لا
لا فا، تصبح الجملة هكذا: صول فا دييز صول. انطلق مباشرة إلى الفا دييز، فا صول فا صول 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 فا صول 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 فا صول صول فا صول صول فا صول لا فا فا صول صول فا صول لا فا. أعود، إذا كانت هنا المي فهذه الفا، هذه فا نصف دييز أو تعتبر مي دييز، هذه فا دييز كامل. إذا أنطلق بالإصبع الثانية لأخذ الفا دييز، لكن بحاجة إلى تثبيت تركيز مكان الإصبع على علامة الفا دييز، طبعا بريشة 7/8. إذا أعيد الجملة كاملة: الجملة الشهيرة في مقدمة رائعة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب: هذه ليلتي. هذه الجملة على مقام بيات الحسيني، هذا الوتر لا دوزان عودي دو صول ري لا مي ري قرار. يمكن أن تلعب بطريقتين: دو ري مي ري دو ري مي ري ري دو سي لا دو ري مي ري ثم ري دو سي لا ري دو سي لا، لكن سريعا. ريشة مقلوبة هكذا مع أخذ الفرداش مباشرة على علامة اللا ري دو سي لا. وممكن الطريقة الثانية، نقرأ على علامة الري ثم أبدأ بفرداش وأنتقل بالزحف من علامة الدو إلى علامة السي نصف بيمول. أو بحاجة إلى تدريب، الجملة الثالثة التي اخترتها لكم هي مقدمة الكوبليه الثالث من أغنية جدتي حبك لي السيدة أم كلثوم التي لحنها الموسيقار رياض السنباطي. هذا بحاجة إلى تمرين مستمر ويومي لإتقان حركة الريشة المقلوبة في هذه الجملة السريعة والرائعة. النوتة سول دو لا بيمول دو سي لا صول سي لا صول فا صول لا صول فا صول لا لا سي دو سي لا صول سي لا صول فا لا صول فا مي نصف بيمول فا مي فا صول لا صول صول فا فا مي لا سي دو سي لا سي دو.
هذه الجملة هي أجمل تمرين للريشة المقلوبة. التدرب على هذا التمرين يعني لا تزعلوا مني إذا قلت لكم سنة. يعني القاعدة كل علامة تأخذ اتجاه، علامة للأسفل علامة للأعلى، ما عدا عندما أنزل من علامة أعلى إلى علامة أسفل. يعني مثلا من السي إلى الدو أخذ ثمانية واحدة كي لا أخسر الزمن، بدل من هذه الحركة لا أخذ مباشرة سي دو بثمانية واحدة. لاحظوا سبعة ثمانية، علامة الفا بسبعة.